السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي محبي اللغة الإنجليزية من غير المتخصصين. يعني الفيديو ده للناس اللي عاوزة تتعلم نطق اللي هم مش مدرسين اللغة الإنجليزية. إن شاء الله بإذن الله معكم مستر سيد سلامة من مدرسة الكفراوي الرسمية للغات. هنتعرف النهاردة على ازاي لما يكون عندي verb فعل منتهي بـ دي او اي دي، نطق دي او الاي دي ممكن احيانا نلاقيه بيتنطق تا ساوند، واحيانا بيبقى دا ساوند، واحيانا بيبقى اد ساوند. فده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفيديو النهاردة. ال اي دي مع الفيرب بتتنطق تا في الحالة الأولى لو جا ك وبعد كده اي دي، تمام؟ زي كلمة لوك لوكت، تمام؟ هنشوف برضو الفيرب لما بينتهي ب بي وبعدها اي دي بتتنطق تا، يبقى بي اي دي تقوم تتنطق تا زي كلمة stop stopped. هنشوف الفيرب لما بينتهي بسه ساوند وبعدها اي دي بتتنطق تا. هنعرف برضو الفيرب لما بينتهي ب تشا سي اتش يعني وبعدها اي دي بتتنطق تا. تمام، يبقى الصورة اللي قدامنا دي الاي دي بتتنطق تا لو جه قبل منها كا با سا تشا شا سا فا ساوند. هنشوف الكلام ده دلوقتي. كا بلس اي دي بتديني صوت تا، زي مثلا ما اقول لوك لوك تا looked look looked. ليه اتنطقت تا ساوند؟ الاي دي اتنطقت تا ساوند عشان قبل منها ك ساوند. look looked look looked look looked. book اللي هو يحجز، يعني عايز اقول حجز. book booked book booked book booked. ask asked ask asked ask asked. ليه؟ لان الكا ساوند بعد منها اي دي يبقى تتنطق تا ساوند. ask asked. cook لو يطبخ cook cooked cook cooked cook cooked cooked. mark mark اللي هي يصحح يعني mark marked صححها marked marked. نقولهم تاني looked booked asked cooked marked marked marked. تمام، marked تاني again looked booked asked cooked marked. يبقى لو عندي verb فعل منتهي ب ك ساوند بعدها اي دي، الاي دي بتتنطق تا ساوند. برضو القاعدة الثانية، لو عندي verb منتهي ب ب ساوند followed by اي دي نوم يتنطق تا ساوند، انطقوا تا. تمام، طيب نشوف كده jump. اصل الفعل ده jump يقفز، طب عايز اقول قفز jump
jumped jumped jump jumped help عايز اقول ساعدة helped help helped help helped slip يتزحلق يعني عايز اقول تزحلق slipped 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 slip slipped slip slipped drop drop يعني حاجة تقع منه على الأرض يعني يوقع حاجة drop dropped drop dropped drop dropped شوف دي تاني develop يطور يطور أو ينمي أو يحمض فيلم develop developed 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 أقولهم تاني jumped jumped helped helped slipped slipped dropped dropped developed developed يبقى القاعدة دي أي فعل منتهي ب p sound بعد منه ed تقوم ال ed نحولها إلى t sound شوف القاعدة اللي بعدها لو عندي الفيرب الفعل اللي عندي منتهي ب بس ساوند زي اس او دبل اس بعدها اي دي ساعتها الاي دي هتتحول الى ت ساوند طب نشوف كده مس مس مست لا يفتقد يعني مس مست مس مست مست مس مست ذا نيكست press pressed لا يضغط ضغط press pressed pressed press pressed confess confess لا يعترف confess confessed اعترف confess confessed confessed witness يشهد عايز اقول شاهد witnessed 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 pass يمر او ينجح past 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 يبقى نقول تاني miss missed missed press pressed pressed confess confessed confessed witness witnessed witnessed pass past past يبقى القاعدة بتقول الفعل او الفيرب لو منتهي بس ساوند بعدها اي دي تقوم الاي دي تقلب تاء او تاء ساوند the next برضو لو عندي الفيرب منتهي ب سي اتش او تش ساوند بعدها اي دي تقوم الاي دي تقلب الى تاء تمام نشوف مثال watch 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 يراح يلاحظ watch watched لاحظ او شاهد watch watched watch watched next touch touched لمس touch touched touch touched touch touched touched the next search search يعني فتش او بحث عن search searched 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 attach attach attached 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 يعني يربط حاجة او يعلق حاجة او يرفق attach attached 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 snatch snatch يخطف snatched خطف snatched 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 نقولهم مع بعض يلا شباب watch watched touch touched search searched search searched attach attached attached snatch snatched snatch snatched لو برضو الفيرب عندي منهي ب ب بالشا ساوند بعدها اي دي تقلب الى تاء او تاء ساوند زي كلمة wash
يغسل wash washed wash washed wash washed wish يتمنى wished 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 finish finished 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 publish publish يعني ينشر كتاب ينشر كتاب مثلا publish published 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 establish establish يأسس established 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 نقولهم تاني wash washed wish wished finish finished publish published establish established نلخص اللي قلناه letter ad letter ad بديني sound الصوت ت sound زي الافعال دي مثلا practice يمارس عايز اقول مارسة practiced practiced practice practiced practice practiced mix يخلط mixed 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 used to used to used used to used 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 love loved loved love love loved loved stuff يعني يحشي حاجة stuffed 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 نقولهم تاني practice practiced 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 mix mixed mixed used used love loved loved stuff stuffed stuffed ال 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 الverb المنهي ب ب ed ممكن احيانا يتنطق يديني صوت اد اد طب ازاي نشوف لو الverb منتهي بالت يعني ت sound مع ed تديني اد تمام زي مثلا wanted wanted لأراد wanted wanted يبقى لو الverb انتهى ب ت sound مع ايدا ال اي دي تتنطق اد او لو انتهى ب د sound صوت د مع اي دي زي كلمة add يضيف عايز اقول اضافة added 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 want wanted add added يبقى ed ed لو قبلها ت sound او د sound تقوم تتقلب الى اد اد شوف مثال letter sound يبقى لو عندي ت sound مع ed او د sound مع ed تديني اد 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 نشوف المثال want wanted want wanted add added count counted start started wait waited نقولهم تاني يا شباب want wanted add added count counted start started wait waited نلخص القاعدة لو عندي verb أصله منتهي بتاء sound مع ed تقوم تتحول إلى id want wanted لو الverb منتهي بدا sound زي كلمة add added added count counted start started wait waited شكرا وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.